بعرف صدرية داخلية ما بعرف بصراحة بس بصراحة يا الباي ايه حبيبي كان موبايلي مسكر تعبان شوي لا ما في داعي تجي هي احمد راح يجيب لي دكتور والله ما بعرف ديكي ما فيني احكي يلا باي التهاب عصبات حاد وعنده أرهاق وتعب وأنا بنصح إنه ياخذ نخاع أسبوع كامل. تفضل. شكرا دكتور. تعرف إنه الدكتور قال إنه عندك التهاب عصبات حاد؟ يا رب أنا نازل جيب الدواء، بدك شيء ثاني؟ ولا شيء سلامتك. انت لازم ترتاح ايه وانا بكره ان شاء الله بجي بشوفك ماشي حبيبتي باي مساء الخير وين كنتي لهلا؟ ماما نزلتي بسرعه خير عند بيان بالبيت شو؟ بصفتك شو تروحي لعنده على البيت؟ طول بالك بابا انا اتصل فيني النقيب احمد وعم يقول لي انه بيان بلا احمد بلا بطيخ لك هي اخرة الثقة فيكي يا ريتا لا بابا اذا بتريد ثقتك محلها اكيد يعني. لا مو محلها روح انقلع على غرفتك بابا روح انقلع على غرفتك احسن ما اعمل شيء بحياتي ما عملته يا ريتا روح انقلع طول بالك علي هاي ريتا بنتنا الوحيدة مالنا غيرها لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا